خطوة صغيرة مع أخصائية التغذية ضحى خروب. خطوة صغيرة عنوانها الفتة أو التسقية. سواء بلحمة أو بدون لحمة هي فيها كتير دهون لأنها بتحتوي على كذا مكون مقلي، وهذا بيرفع لها وحداتها الحرارية. خطوة اليوم رح نخففهم. بدلوا الخبز المقلي بخبز محمص، كتروا اللبن وقللوا الطحينة، بدلوا المكسرات المقلية بمكسرات نية، وما تضيفوا كتير سمنة أو زبدة أو زيت عوجة، وأهم شيء كونوا معتدلين بالكمية. خطوة صغيرة مع أخصائية التغذية ضحى خروب.